معنا اتصال ابو عبد الله من القصيم. نعم ابو عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله بخير. حياك الله. سؤال الله يحفظك. سم. حكم الجامع الظهر مع عصر. عندي دوام طول السنه، هل يجوز ولا المسافه 200 كيلو؟ نعم، اذا سافرت 200 كيلو يوميا ذهابا وإيابا فإنك تقصر الرباعية وتجمع بين الصلاتين، إلا إذا كنت عند جماعة في المسجد يصلون تصلي معهم وتتم الصلاة، أما في الطريق فلك الجمع والقصر ذهابا وإيابا. نعم.